رئيس الوزراء اللي بيقول مصر دولة فقيرة ومحتاجة دعم وإعانة من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا، ولا السيسي اللي بيقول لنا انتوا فاكرين مصر قليلة وراح اتبرع مرة واتنين بطائرات شحن مليئة بالأدوية الطبية والمعدات والكمامات لإيطاليا، ومرة للصين ومرة لأمريكا، أكبر اقتصاديين في العالم، ولما حد يعترض يطلع مؤيدون يهاجمونا ويقولوا لنا مصر دولة كبيرة وخير ربنا كتير يا عملاء يا أعداء الوطن حيرتونا معاكم.